ومن خلال ما التمسناه من يعني تكريس دور الدولة الاجتماعية الوارد في بيان أول نوفمبر حقيقة على أرض الواقع، وهذا بالنظرة والهبة الإنسانية من خلال النظر لشريحة كبرى تعاني من مرض السرطان ومن إفرازات هذا المرض ومن التنقلات الصعبة لعديد المواطنين عبر المشافي وعبر البحث عن طريقة العلاج من هذا الوباء. يعني نلتمس يعني هذه الهبة ونلتمس الجدية في تكريس يعني الدور الإنساني للدولة الجزائرية على أرض الواقع من خلال إنشاء هذه اللجنة للوقاية من هذا الوباء الخطير. وربما نلاحظ في الآونة الأخيرة هناك عديد المشافي التي سوف توضع حيز الخدمة على غرار مستشفى الجلفة، مستشفى الأغواط لمرض السرطان، وهذا شيء إيجابي لأننا لاحظنا في الآونة الأخيرة ربما تذمر شريحة كبرى يعني تعاني من هذه المرض وكذلك ذويهم من التنقلات العديدة عبر عديد الولايات بحثا عن العلاج في غياب وربما في العطل وغياب المسرعات التي تشتكي هذه المشافي من غيابها، والتي لاحظنا استجواب الحكومة مؤخرا في بيان السياسة العامة ويعني أنها التزمت بيعني تجهيز المستشفيات، مستشفيات الصرام بهذه الأجهزة التي سوف يعني نجدها في خدمة المرضى هذا يعني هذا الداء.